والله ما وجدت إلى الآن تفسيرا أشد نصبا من تفسير سيد قطب، والله ما وجدت، وأقولها عن علم وعن تحقيق، أقولها عن علم وعن تحقيق وتدقيق في متابعة تفاسير المخالفين. والله لا تفسير الطبري ولا القرطبي ولا رشيد رضا ولا المرأة، كل التفاسير، ولا الرازي ولا الآلوسي، كل التفاسير، لم أجد تفسير أشد نصبا وعداء لأهل بيت العصمة مثل تفسير في ظلال القرآن، والله ما وجدت. قد تقول كيف؟ أنا أقول لك كيف. أعطيك أمثلة على سبيل المثال. هذا الجلد، هذا المجلد الأول، طبع دار الشروق. إذا ذهبنا في سورة البقرة، هناك آية معروفة جدا، آية معروفة جدا في سورة البقرة. إذا نذهب إلى القرآن الكريم، الآية السابعة بعد المئتين: ومن الناس من يشري نفسه، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الآية معروفة، وحتى في كتب المخالفين معروفة، في سيد الأوصياء قضية المبيت، المبيت في فراش النبي صلى الله عليه وآله، في مسألة الهجرة، قضية معروفة. أنا لا أريد الآن أن أدخل في تفسير الآية والأحداث التاريخية. ماذا يقول سيد قطب عنها؟ هذا هو الجزء، المجلد الأول من تفسير سيد قطب في تفسير هذه الآية. والله هكذا يقول عنها: نزلت في صهيب ابن سنان الرومي. ويذكر القصة: وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة قالوا له: لا تهاجر بأموالك، فترك الأموال وذهب. قالوا له: إذا تريد أموالك تبقى في مكة، تريد أن تهاجر تترك أموالك، فترك أمواله. افتراءات من هذه الافتراءات المعروفة في كتب المخالفين، ولم يشر إلى قضية أمير المؤمنين لا من قريب ولا من بعيد. وهذه الآية آية معروفة، أنا ذهبت إلى هذه الآية لأنها معروفة، وإلا هو كل الآيات، كل الآيات في أهل البيت حذفها، حذفها بشكل شيطاني، بشكل شيطاني خبيث. أعطيكم مثال آخر، نذهب إلى الآية في سورة آل عمران، آية المباهلة. آية المباهلة معروفة، الآية 61 من سورة آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. الآية المعروفة آية معروفة، والله في كتب المخالفين موجودة، وموجودة بكثرة الروايات، ولست بصدد إيراد المصادر، ولو كنت بصدد إيراد المصادر آتيكم بمصادر كثيرة موجودة في كتبهم. لاحظوا هذا الناصب ماذا يقول: والله ما أشار إلى الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، ذهب مشرقا مغربا، فقط قال هكذا: وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله صلاة البتراء من كانوا يناظرونه في هذه القضية إلى الاجتماع الحاشد ليبتهل الجميع إلى الله أن ينزل لعنته على الكاذب من الفريقين، وانتهينا. وتحدث شمالا جنوبا شرقا غربا، واضح الآية يعني موضوعها هو المباهلة، وهناك أشخاص ذكروا في هذه الآية. من هم هؤلاء الأشخاص؟ لا وجود لهم، قضية ذابت. بينما حينما يتناول آيات أخرى بخصوص الصحابة يدخل في تفاصيلها الصغيرة والكبيرة. دعك من هذا، نذهب إلى مثال آخر.
هذا هو الجزء المجلد السادس من طبعة دار الشروق. نذهب إلى سورة معروفة جدا وهي سورة الإنسان. سورة الإنسان وقصة التصدق هذه مذكورة في كتب السير، في كتب التاريخ عند المخالفين. قضية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، قضية معروفة. الأمير الزهراء الحسنان ومذكورة في كتب التاريخ، في كتب الحديث، عند أنصب النواصب، عند القوم. وماذا يقول؟ لاحظوا الخبيث كيف يتحدث. يقول في بعض الروايات أن هذه السورة مدنية، في بعض الروايات، فإذا كانت مدنية ستكون في بيت علي وفاطمة، فهو لا يذكر هذا. يقول في بعض الروايات أن هذه السورة مدنية ولكنها مكية، ومكيتها ظاهرة جدا، فلا يوجد حسن ولا حسين ولا زواج ولا علي ولا فاطمة، لأن هذه الأسرة أين انعقدت وتكونت؟ تكونت في المدينة. فإذا كانت هذه السورة مكية فالقضية من أساسها ممسوحة. في بعض الروايات أن هذه السورة مدنية، لماذا لا تورد هذه الروايات؟ لماذا في القضايا الأخرى تورد الروايات التي تخص الصحابة؟ ووالله على طول الكتاب هكذا، كل آية في أهل البيت لها علاقة بأهل البيت يعمل معها هكذا هذا الناصبي. في بعض الروايات أن هذه السورة مدنية ولكنها مكية، ومكيتها ظاهرة جدا في موضوعها وفي سياقها وفي سماتها كلها، لهذا رجحنا الروايات الأخرى القائلة بمكيتها، ويدخل في الموضوع لنفي الموضوع من أساسه. وعلى طول الكتاب هكذا. جيد، إذا كانت الأمور هكذا، لماذا إذن في المجلد الثاني لما يأتي الحديث يا أيها الذين آمنوا عن هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ترد روايتان يشترك في أحداثهما علي وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، ويبدأ الحديث أنهم كيف شربوا الخمر وصلوا وأخطأوا في الصلاة، ويبدأ يذكر هذا الكلام. هنا قبل هذا الحديث بسطر أن عمر شرب الخمر، ولما نزلت الآية قال انتهينا انتهينا وانتهى، نفس الكلام الذي قاله ماذا؟ سيد طالب الرفاعي، وكأنه يحفظ الكلام نفسه، نفس الكلام الذي مر عليكم في نفس الصفحة حديث وظل عمر يشرب الخمر في الإسلام إلى أن نزلت الآية فهل أنتم منتهون؟ قال انتهينا انتهينا وانتهى. ثم يأتي الكلام عن أمير المؤمنين وأنه شرب الخمر. لماذا هنا يذكر أمير المؤمنين في شرب الخمر؟ لماذا لا يقال بأن الآية تتحدث بشكل عام مثل ما تحدث في قضية المباهلة، مثل ما تحدث في قضية ويطعمون الطعام، مثل ما تحدث هناك قضية حرفها في قضية المبيت، الآية التي في قضية المبيت. والله هذه المساء الموجودة على طول التفسير من أوله إلى آخره، وأنا أقولها عن علم، لا أتحدث كهؤلاء الجهلة، عن علم أقول وعن تحقيق وتدقيق ومتابعة، وليس الآن، أكثر من 30 سنة وأنا أقول هذا الكلام، والله أكثر من 30 سنة وأنا أقول هذا الكلام. هذا هو النظام الثقافي لحزب الدعوة الإسلامية، وأنتم سمعتم سيد طالب الرفاع يقول الحزب ليس شيعيا، ما أنا الذي قلت، وهذا هو في ظلال القرآن الكتاب المركزي والمهم والأهم. بل يعرف الدعاة، كان الدعاة يتسابقون لحفظ في ظلال القرآن، ويعتبر المطلع على هذا التفسير أعلى رتبة من غيره في الثقافة والفهم والفكر.